بالدي؟ أوه نو! هذا هو! أوه انظري، هذا كتاب رياضيات جديد! أين؟ أين؟ فتيات، هل تلعبون هذه الألعاب مرة أخرى؟ من الأفضل أن تتعلمون الرياضيات قبل المدرسة. أمي، نحن في عطلة، أي دراسة؟ لهذا السبب قمت بتعيين معلم لكم. يا إلهي، حقاً؟ حقاً؟ سأرحل، سيأتي المعلم بالدي الآن. سوف تدرسون. بالدي؟ نعم، أخبروني أنه الأفضل، لذا من فضلكم استمعوا إليه جيداً. حسناً. سأحضر لكم بعض الآيس كريم عندما أعود إلى المنزل. ها هو المعلم. مرحباً، أهلاً بك. هذان هما سوشا وداشا، سوف تدرس لهم. أمي، هل رأيتيه؟ فتيات، آسفة سيد بالدي. أستاذ بالدي. بروفيسور بالدي، لديك تسريحة شعر رائعة. بروفيسور بالدي، سأرحل وسأعود حتى نهاية الدرس. وداعاً. حسناً، إلى اللقاء. أمي، هل رأيت ذلك؟ فتيات، لا. سوشا، أقول لك إنه بالدي من اللعبة. داشا، إذا كان لديه ذراع مكسورة ورأس أصلع وشفاه غريبة وسترة خضراء، هذا لا يعني أنه بالدي. هل أنت جادة؟ تحياتي، أنا أستاذ بالدي وأنا أحب الرياضيات. يجب عليكم أن تحضروا كراسا وتحلوا بعض الأمثلة. حظا سعيدا. بروفيسور بالدي، الآن أنت تصدقينني؟ ماذا سيفعل؟ لا شيء، فقط قف وانتظر حتى نقوم بعمل المعادلات. فقط انتظري. نعم. انظر. إذن لماذا نحتاج إلى الرياضيات؟ هيا للعب. ماذا عن بالدي؟ بالدي، هل ستلعب معنا؟ حسناً، الآن لم يسيء إلينا. لقد شاهدنا هذا، إنه قديم حقاً. كيف يمكنه؟ عيناي تسيل حقاً. إنه دوري. داشا 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 داشا. إنه ممل، لنذهب في نزهة على الأقدام. دعينا نذهب إلى حمام السباحة. صحيح، هيا بنا. هيا بروفيسور بالدي. تحياتي، أنا أستاذ بالدي وأنا أحب الرياضيات كثيرا. تحتاجون إلى حل ثلاثة أمثلة. لن يتركنا وشأننا. لن نقوم بحل المسائل الحسابية. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. لننتقل إلى مدخل آخر. حسناً. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. دعينا نفعل هذه المسائل الغبية حتى لا يتحدث بعد الآن. حسناً، لدي آلة حاسبة في هاتفي. عظيم. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. يجب أن تحلوا ثلاثة الرياضية. أمثلة. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. أعطنا دفتر الملاحظات. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. سوشا، أعلم، يجب أن نبحث عن دفاتر الملاحظات في الغرفة. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. نعم داشا. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. يجب أن تحلوا ثلاثة أمثلة. نحن نعلم. إلى أين نحن ذاهبون؟ نذهب إلى غرفتنا. ها هو.
مرحبا. رائع. دعيني أجرب. مرحبا. ما 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 مرحبا. حسنا لنبدأ. المثال الأول. 5 طرح 3. أنا لا أعرف حتى. لماذا أحتاج إلى الآلة الحاسبة؟ أحسنتِ. 2. المثال التالي. 6 زائد 7. سيكون أسهل مما كنت أعتقد. سنفعل ذلك بسرعة وبعدها نذهب للاستحمام. 6 زائد 7. 13. أحسنتِ. المثال التالي هو 0 طرح 8. ناقص 8. الإجابة صحيحة. أحسنتِ. فلتأخذون عملة. إنها كبيرة. خذها ودعنا نذهب. بالطبع سأخذ هذا الشيء الضخم وأحمله. أوه دفتر أصفر. انتظري داشا، لقد تذكرت إنه دفتر الملاحظات الثاني. لن يدعنا نقوم بحل المسائل الرياضية الأخيرة. ماذا نفعل؟ أنا لدي فكرة. دعينا نفعل ذلك. لدي خطة. سترين. تحتاجون إلى حل 3 أمثلة. 13 طرح 5. 8. صحيح. 5 زائد 16. 21. صحيح. المثال التالي. 25. 5 على 8. ماذا سنفعل داشا؟ انظري، هذا هو كتاب الرياضيات الجديد. ما الإجابة؟ أين؟ أين؟ ماذا تفعل؟ أحاول أن أجمع. ألا ترين؟ لا، إنها موسوعة أنا لا رياضيات. أحب الفيزياء. أوه، إنه رائع جدا. 1 ناقص 1. أوه، لقد كنت مخطئة. إنها الفيزياء. أعتقد أنها كانت رياضيات. المثال التالي. وهذا الجواب خاطئ. 0. إنها 0. ما؟ ماذا؟ كيف؟ كيف تمكنتِ من ذلك؟ ماذا؟ هذا غريب. نحن فريق. ماذا؟ هذا غريب. 25 طرح 21. 4. 30 زائد 40. 70. 20 على 35. انظري لها من قاعدة طويلة. رائع. مترين. أين؟ أين هو؟ 0 زائد 1. كنت مخطئة. يساوي 1. كيف تمكنت من فعل ذلك؟ يا لها من سهلة بالدي. نعم. 9 ضرب 6. 54. 18 تقسيم 3. 6. أيها الملابس الخضراء. أين هي السترة الخضراء؟ أنا سوف أخذهم جميعا. 50 ناقص 60. لقد تم. أعطيني 10 بلوزات من النوع الأخضر، أنا أحبها جدا. ناقص 10. أجبنا معلم بالدي. لقد خدعتوني. هل هذا كل شيء؟ حسنا، انتظروا. يا إلهي، هيا نرقد. نرقد. هل هذا كل شيء؟ لن يمسك بنا أبدا. أنت بطيئا، لا يمكنك اللحاق بنا. ماذا يحدث هنا؟ أوه يا إلهي، ما هذا؟
ماذا يحدث هنا؟ انظري، هذا مقياس التحمل، انتهى الأمر. ماذا يمكن أن نفعل؟ لدي فكرة، لكنني لست متأكدة من أنها مفيدة. أسرعي، أنا أحاول. هذا أفضل. هاي، هذا ليس عدلا. ماذا تفعلان؟ هذا هو دفتر الملاحظات الخاص بي. سأرحل من هذا المكان. بروفيسور بالدي، اتركيني وحيدا. ماذا حدث؟ قلت لك اتركيني. بروفيسور بالدي، هذا هو مجلس معلم الرياضيات، أفضل مادة على الإطلاق. أنت لم تتكيف مع عملك. لا يمكنك تعليم فتاتين؟ أنت مطرود. بروفيسور بالدي، بروفيسور بالدي، ما الأمر؟ لقد فقدت الوعي عندما انتهينا من دفتر الملاحظات الرابع دون أخطاء. ماذا؟ أعد المرحلة التالية. نعم، أمي ستأتي قريبا. ماذا؟ لا 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 لا، لقد أخذت قرار، أنا ذاهب. بروفيسور بالدي، ماذا حدث؟ لا شيء، اتركيني. بروفيسور بالدي، ماذا فعل هذه المرة؟ لا شيء، اتركيني. هذا عظيم، قلت لك اتركيني. إذا أعجبتك الحلقة ضع إعجاب وقم بالاشتراك بالقناة، وإن لم تشتركوا ستحصلون على درجات سيئة في الامتحانات. وسيأتي إلى منزلك أستاذ بالدي. لماذا هو بروفيسور؟ أنا لا